كلاعبين انكم تكونوا قدوه للاعبين ديال الشرق، وخاصه ان كاين واحد التشابه. فاش كاين ان المنتخب المحلي المباراه الاولى ديالو ربح ضرب الجزاء ضد طوغو، والمباراه الثانيه تعادل مع رواندا 0-0. الان نفس الشيء، حنا ربحتو المباراه الاولى بضرب الجزاء، المباراه الثانيه بتعادل، وكانت انتفاضه ديال المنتخب المحلي. واش انتم كلاعبين بعضياتكم ما كتحلموش بعضياتكم شنو ممكن يكون في هذه المباراه هذه؟ الحمد لله احنا مستعدين لاي مباراه، والحمد لله الدراري كل واحد وعارف شنو خصو يدير، كل واحد عارف المسؤوليه اللي عليه، والحمد لله حنا راه ضربتو لي كلشي كيبغي بعضياتهم. كاين زعما واحد ما كيبغيش الاخر ولا كلشي، الحمد لله مزيان. كنتمناو ان شاء الله من المباراه الجايه ان شاء الله نفوز عليهم ان شاء الله، وكنتمنى المجموعه المغربيه تكون تبعنا حتى لاخر لحظه ان شاء الله، ناخذ الكواليفيكاسيون ان شاء الله ونمشيو للفينال ان شاء الله.